من 2011 إلى 2014 كنت مستشارا في المصالح الوطنية في مكتب رئيس الوزراء، وكنت على تواصل مباشر مع الكثير من شيوخ العشائر في المناطق الغربية ومع مجالس الإسناد ومع الصحوات اللي هم ارتباطهم الوظيفي مع لجنة المصالحة الوطنية في مكتب رئيس الوزراء، وكنا نرى ونسمع ونطلع على الكثير من التقارير، وكنا نخوض حوارات تفصيلية كان واضحا التبني من قبل بعض الأطراف الإقليمية للمظاهرات التي بدأت، وأنا أكدتها في أكثر من مرة، المظاهرات بدأت مظاهرات مطلبية تتحدث عن مطالب الكثير منها مشروعة خصوصا في الأيام والأسابيع الأولى، ولكن بدأ الاستثمار في هذه التظاهرات وما سمي بساحات الاعتصام حينها، وتحولت إلى مراكز استهداف الدولة واستهداف النظام الديمقراطي واستهداف يعني نظام الحكم بشكل عام، حتى وصلت إلى أواخر 2013 بدأت هذه المنصات يرتقيها من ينشد أناشيد تنظيم القاعدة بشكل علني ومن ينشد أناشيد تنظيم داعش وعصابات داعش الإرهابية، وتحولت هذه الساحات وهذه المنصات إلى منصات ما أطلق عليه في الإعلام الخليجي بشكل خاص والإعلام العربي بشكل عام حين ذاك بما سمي ثوار العشائر، وأيضا أيدتها كثير من أو بعض القوى العاملة أيضا في الساحة العراقية تحت عنوان هذه الخدعة الكبيرة التي للأسف الشديد خدع بها الآلاف من أبناء شعبنا في المحافظات الغربية، وبالتالي هم الذين دفعوا ثمنا باهظا حينما انكشف الوجه الحقيقي لهذه العصابات ولهذه الأطراف الإقليمية التي دعمت والتي كانت تريد إسقاط النظام من جهة والإساءة إلى نفس هذه المدن من جهة أخرى.